عندما تسلكت السلطة بعتادها وسلطاتها وعددها ومؤسساتها بوقت الحراك الشبابي الإصلاحي الذي بات مزعجا لها ولكل أرباب الفساد، وقد كانت دائما تتمترس خلف محراب القضاء منفقة التهم الكيدية للشباب والنواب وتزج بهم في غياهب السجون. انطلق من كنانة الحراك الشبابي أشد النبال ضراوة وخيرة المحامون ليصيبوا قلب السلطة بمقتل، ولا يهم السهم أن يعود لكانته سالما بقدر أن يهمه أن يصيب هدفه ولا يحيد عنه. نحتفي اليوم بثلاثة نبال وثلاث محامون، هؤلاء النبلاء قولا وفعلا وصولا، والتخصيص هنا لا يقتضي النقام، فهناك الكثير والعديد من زملائهم المحامون الذين ذادوا عن الحق داحرين الباطل بسلاح القانون والمبدأ. وفي السماء نجوم لا عداد لها، ولا يمكن أن نحصي كل النجوم التي تنير الأفق وتشع نورا وترشد التائهين الذين يقفون بكل شموخ كطاحونة هوائية ما زادها مضايقات السلطة إلا إنتاجا وطاقة. تحية إجلال لفرسان المحاكم الثلاث ولجميع الفرسان الذين رفعوا شعار بيت أبي العلاء المعري: إذا فعلت الخير فاجعله خالصا وازجر واجعله خالصا لربك وازجر عن مديحك الألسنة. والآن نبدأ حفلنا بكلمة السيد مهدي المطيري صاحب المبادرة التكريم، فليتفضل مشكورا. نسأل الله أن يغفر له ويسكنه مسيح جناته ولأهله الصبر والسلوان. حضورنا الكريم، إنه من دواعي فخري أن أقف اليوم أمام نخبة من أبناء وطني متحدثا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجموعة من الناشطين الذين ولدوا من مظلة الحراك الشعبي، نحمل في ضمائرنا أهدافها العظيمة. دولة مدنية تحتمي الدستور وتحترم القانون، لا مكان فيها للتمايز من أي نوع. نرحب بالجميع ضيوفنا الكرام ويسعدنا مشاركتكم لنا في تكريم فرسان الحق وحملة لواءه. شكرا للسادة المحامين قبول الدعوة والتكريم الرمزي، أهلا ومرحبا بكم. شكرا أستاذ مهدي. والآن كلمة السيد بدر فرحان يتريها نيابة عن مجموعة من نشاطين الحراك، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. معزي زميل عياد الحلبي، بداية نسأل الله أن يتقبل قولك بالخير. سلي المحاماة كم يوم أغر له، قد اسمه وهو في أيامه علم، قد ناصر العدل فيه وهو منتصر، وهاجم البغي وهو فيه منهزم. بداية نشكر حضوركم إخواني ومشاركتكم لنا في تكريم الأخوة الأساتذة الأفاضل، أستاذ الدكتور خالد فلاح، والأستاذ المحامي عبد الله الأحمد، والأستاذ حميد إسماعيل، واللي كان لهم دور فعال في الدفاع التطوعي في المرحلة السابقة، للأخوة المعتقلين الراي واللي شاركوا في المسيرات. طبعاً كان دورهم مكمل وكانوا جزء من أغلبية من زملائهم المحامين الغير متواجدين أمام معنا هنا، ولكن نبي معذرون الإمكانيات المحدودة والمتواضعة، إلا أن التكريم في المقام الأول هو للمهنة المحاماة بشكل عام.
ولكل من يعمل في هذا العقل بشكل خاص. ونشكرهم جميعا. في كلمة ما حبيت أنا كنت بيها أتطرق لها، والأخ الأخوان اقتنعوا أنه ضروري لأنه وصلنا عتب، أن سبب استثناء الأخوة المكرمين المحتفي فيهم اليوم من سائر المحامين اللي كان لهم دور في الفترة السابقة، وعتبهم غالي، ونحب نوضح لهم أنه والله العظيم هذا التكريم هو مجرد مشاعر عبرنا عنها بشكل عملي، ولا نعتبرها أبدا رسالة تحمل مضمون أو لها محتوى تفضيلهم عن باقي زملائهم أو ترجيح شخص على آخر. الكل متساوي، الكل ننظر له بعين الاحترام يعني الأمام. ولكن ونتمنى يكون في مبادرة قادمة. هي مجموعة، احنا مجموعة شباب ما نتكلم باسم الكل، مجموعة وكرمنا مجموعة نعتقد انه قدموا شيء، ونتمنى يبادر غيرنا في تكريم باقي الاخوة اللي اعتبوا علينا، ونرحب ونمديدنا ونتمنى يدعونا بوقتها ونشارك معكم. الله يسلمك. والشكر صراحة انا سبب تكريمنا عاد للاخوة الأستاذ خالد فلاح، دكتور خالد فلاح طعن في المادة 25 من قانون أمن الدولة اللي كانت جزء أساسي من الاعتقالات، يعني كانت من صلب القضية وهي منظورة أمام المحكمة الدستورية. والأستاذ حميد السبيعي اللي طعن في قانون التجمعات 2006، والاسبوع الماضي ايضا طعن في القانون ربع قضيه درجه اولى في القانون المكمل لقانون التجمعات او قانون التظاهرات، واللي كان لهم يعني دور كبير في زج الشباب في المعتقلات. للامانه مشكورين، وكان لكم دور، كنتم بمثابه صراحه نعتبركم مصد او كابع لهذا الغلو الحكومي هذا الجماعي. شكرا لكم، غلبتم المصلحه العامه على مصلحتكم الشخصيه، ولا فاضلتوا بين مصلحه ماديه مقابل معيار اخلاقي، اديتوه بكل امانه بصراحه. ونشكركم على هذا، ونتمنى انكم تستمرون. للامانه هم فيهم ميزه، الاستاذ حميد السبيعي كان يبالغ يعالج، يطلع المتهم براءه ويعالجه من الناحيه النفسيه، يعني سياحه علميه، بعد ما يطلع ياخذه يغذيه بالصالحين. احيانا كنا نتمنى انكم مساجين صراحه. الله يعطيكم العافيه ومشكورين. شكر للاستاذ عبد الله الاحمد، انا ما طلبت الاستاذ عبد الله الاحمد من الاوائل اللي سخروا مكتبه بالكامل للدفاع عن المعتقلين، بدءا من مقتحمي المجلس، ولا شك انه مستمر. والله يعطيكم العافيه وشرفتونا صراحه وعلى اسم معزه. شكرا للصديق بدر فرحان.